السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل الحديث على موضوع الـ CML Chronic Myeloproliferative Disorder، وتحدثنا المرة الماضية في محاضرتين سابقتين على Chronic Myelogenous Leukemia which is related to the granulocytic series. إن شاء الله نتحدث المرة هذه على موضوع آخر اللي هو البوليسايتيميا. البوليسايتيميا كبولي عديد طبعا من الريد بلاد سيل، يعني في عندي لارج برودكشن من الريد بلاد سيل. وطبعا هنا ما دام احنا بنتحدث على موضوع مالجنانسي، اذا معناته في عندي ابنورماليتي موجودة على مستوى الستيم سيل بتاعت اللي هي الريد بلاد سيلز او البروجينيتور سيلز. ان جنرال طبعا احنا بنعرف انه البرودكشن بتاع الريد بلاد سيل والديت في عندنا بالانس لهم، تمام؟ يعني في عندنا سيرتين ثريشولد من الريد بلاد سيل لازم يكون موجود عندي بالسيركوليشن، بحيث انه يكون في عندي بالانس ما بين البرودكشن وما بين عملية السنسيت ريد بلاد سيل عملية الديد، تمام؟ وعلى أساس أنه تستمر الحياة بهذا المنطق. ولكن طبعا الإريتروبويسيس بروسيس عملية إنتاج الريد بلاد سيلز، تمام، أكيد طبعا في عدة عوامل ممكن تأثر فيها بمفهوم يا إما يقل يا إما يزيد. هذا الأمر إحنا متعارف عليه في موضوع الهيماتولوجي. يعني مثلا لما نجي نتحدث على أنيميا بقول والله أنا في عندي آيرون ديفشانسي أنيميا، يعني في عندي نقص لآيرون، هذا أدى أنه يكون في عندي أنيميا في إنتاج الخلايا ريد بلاد سيل. في موضوع الهيموغلوبين إنسايد طبعا بيكون في عندنا مشكلة، في عندنا مشكلة بعد هيك حتصير في عملية الدليفري للأكسجين للتيشيو. لما دام قلت الهيموغلوبين كوانتيتي معناته حتقل كمية الأكسجين دليفري. باجي بقى أتحدث مثلا على موضوع ميغالوبلاستيك أنيميا، والله في عندي أنا فيتامين بي 12 أو فوليت ديفيشانسي، وهذه أدت إلى أنيميا. بعض الأحيان ممكن يكون عندي عامل بيعطيني إنتاج أكتر في الحالة هذه، تمام؟ اكسسيف نمبر، مش شرط طبعا يكون عندي مالجنسي، لكن ممكن يكون عندي سكندري ريزون في هذا الامر زي ما حنتحدث، وهذا بيعطينا بوليسايتيميا. فانا باجي اطلع بشكل عام، احنا قلنا ان جنرال في عمليه الايفالويشن لازم تكون عندي السي بي سي من ضمن اللاينز بتاعت الدايجنوستس، تمام؟ فانت بتطلع مثلا بتشوف اللي هو هيماتوكريت للخلايا، والله اذا الهيماتوكريت ملفت للنظر إذا كانت عندي في الميل 52 أعلى من 52 أو 48 وأعلى طبعاً، لكن في الميل هنا في الفيميل معناته إحنا بدنا نعمل عملية further investigation عشان نشوف إيش السبب، لأنه مش شرط يكون السبب عارض، ممكن يكون السبب له علاقة في عملية يعني في المصنعية نفسها في البون مارو، في موضوع السيلز نفسه في مشكلة. فمن هذا الباب أجت الحديث على موضوع البوليسايتيميا وأنواع البوليسايتيميا بشكل أو بآخر. إذن ممكن يكون عندنا في عنا هناك عندنا disorder. هذا الأمر بيحصل، تمام، على أساس إنه إحنا عايزين نعرف إيش الإتيولوجي بتاع هذا الأمر. وطبعاً الإتيولوجي أنت معناته في الحالة هذه ما دام عرف السبب يعني بطل العجب، فهتعامل مع السبب. السبب ممكن يكون يعني في مجال نتعامل معاه بشكل يعني خلينا نقول environmental أو بشكل epigenetics material على سبيل المثال، أو ممكن يكون إشي على مستوى genetics له علاقة في البروجينيتور سيلز بتاعت هذا الأمر، وهذا بيحدد لنا اللي هو طبيعة الكوز. البوليسايتيميا طبعا هنا in general عندما نتحدث طبعا احنا موضوع الأنيميا no need to talk about، ممكن أجا أتحدث عنها بمفهوم أبسوليوت بوليسايتيميا، تمام؟ ده في عنا إنتاج من المصنع نفسه، في عنا a lot of production without any reason. ممكن يكون عندي مثلا خارج النص في هذا الموضوع، ممكن يحصل عندنا هذا الأمر. هذا بمفهوم أبسوليوت، يعني في عندي increased red cell mass
تمام، في عندنا دائما برودكشن بشكل او باخر. هذا الابسوليوت اوكي. طبعا انت بتلاحظ في بانه في عندنا الريد بلاد سيل كوانتيتي في داخل، لو انت طلعت على الكولوم بتاعت العينه اللي انت سحبتها هتلاحظ انه الباكت سيلز هتاخد طبعا مساحه بشكل كبير من الفوليوم بتاع اللي هو الهول بلاد. ليش؟ لانه انا في عندي بوليسايتيميا في هذا الموضوع. اذا هنا باجي بتحدث انه البوليسايتيميا بيجي بيقول لي هذا عباره عن ابسوليوت بوليسايتيميا، والابسوليوت بوليسايتيميا في عندنا انتاج من المصنعيه طبعا الوت، وهذا الامر حيكون له اسباب وحنتحدث عنها ليتر اون. وفي عندنا حاجه ثانيه اسمها اللي هي ريلاتيف بوليسايتيميا. يعني ايش يعني ريلاتيف بوليسايتيميا؟ انه عباره عن عمليه حصلا او عفوا ريلاتيف اريتروسايتوسيس. تمام، انه وجدنا انه في عندنا على سبيل المثال الفوليوم بتاع البلازما في السيركوليشن قليل بحكم قله فلويد على سبيل المثال. فانت في الحاله هذه عمليه ريلاتيف. ليش؟ لانه انا ممكن اعوض بسوائل وبعد هيك اجي اعمل عمليه ايفالويشن للسي بي سي واشوف النمبر اوف ريد بلاد سيل ممكن يرجع طبيعي. هذا الاساس سميته انا ريلاتيف في هذا الموضوع. الريلاتيف كمان ممكن ينتج عندي طبعا زي ما ذكرنا من الفلويد انتو انتيك في عنا يعني ديكريز، ممكن يكون عندنا اللي هو انكريز فلويد لوس سويتنج الوت، لكن ما فيش عندنا تعويض لهذا السويتنج. عندنا فوميتنج الوت تمام، عندنا ذياريا اوكي، عندنا يورين اوتبوت. انت دائما بتعطي بتعمل ديوريتكس، تعطي علاجات للديوريتكس تمام، على اساس انك تحاول مثلا تخفف من الضغط. بعض احيانا تعطي اللي هي ادويه مدرره للبول، فهذا بيقلل من الفلود في داخل السيركوليشن. فهذا انت بتيجي تعمل عمليه ايفالويشن للريد بلاد سيل هتحس انه ريد بلاد سيل نمبر. بعض الاحيان ممكن يكون حروق تمام، بعض الاحيان ممكن يكون في عندنا مشكله انه بصير في عندنا نوع من الشيفتنج للفلويد الموجود في السيركوليشن يروح على الاكسترا فاسكولار سبيس تمام. بعض الاحيان ايش ممكن يحصل عندنا؟ انه يكون عندنا على سبيل المثال ناس طالعه في التدود عالي، ناس داخله او ساكنه على بعد مثلا كيلوات من سطح البحر، فهؤلاء الناس تحس انه دائما عندهم الاريتروسايت نمبر عالي في هذا الموضوع. اذا هذه اسباب نقدر نقول عباره عن ريلاتيف بشكل او باخر. وكمان ممكن بضع السموكينج من ضمن هذه الاشياء ريلاتيف في موضوع اللي هو الاريتروسايتوسيس، بمعنى ان انك انت ممكن تلاقي عندك مدخن عنده الهيموجلوبين يكون 18 او 17 على سبيل المثال لما تيجي تحسب الهيموجلوبين. لكن في الموضوع هنا ملوش علاقة بعملية صحية أكثر ما هو له علاقة بأنه في عندنا هيفي سموكر. هذا الهيفي سموكر عادة الكربون مونوكسايد اللي بيكون موجود عندي من هذا السموك الدخان عنده أفينيتي أنه يرتبط مع الهيموجلوبين على حساب الأكسجين اللي حيرتبط. فدائما أنا في عندي نقص للأكسجين راي على التشو، فمعناته دائما تعمل ريسبونس يلا يا بون مارو انتج لي ريد بلاد سيل لانه انا عايز هيموجلوبين عشان يربط عليه اكسجين نودي على التشو. وعلى هذا الاساس انت يعني ملاحظه بتحسها لو انت رحت اخذت عمليه تحليل لواحد عنده هيفي سموكر بدخن بشكل شره وبدك تسحب منه دم مثلا، تعمل دونيشن لوحده دم في بنك الدم وما درتش بالك له واخذت منه مثلا عينه ولقيت دمه 15 مثلا على سبيل المثال او 15 نورمال تمام. لكن ايش اللي بصير عندي لو رحت انت عملت بلاد سحبت وحده دم نص يعني 500 ملي؟ ممكن تلاقي حاله صار في عنده دوخه وصار عنده سويتنج وهلم جره لانه صار في عنده نقص للاكسجين عند التيشو بتاعت البرين. فبدك تدير بالك في هذه القضيه. عشان هيك من ضمن الكويشنز المطلوبه اللي هي كويشنز بتاعت مين؟ انك انت هل انت بتدخن الهيفي او مش هيفي سموك في هذا الموضوع، وهذا بيدخلوها في موضوع الريلاتيف في هذا المجال.
النوع الاخر ابسوليوت بوليسايتيميا، والابسوليوت بوليسايتيميا كان بي ريكوجنايز از برايمري بوليسايتيميا وسكندري بوليسايتيميا. تمام. طبعا حنتحدث ان شاء الله عن البرايمري، وبعد كده نذكر اللي هو السكندري في هذا السياق. زي ما ذكرنا الابسوليوت انه في عندنا انكريس الماس في السيركوليشن، ولكن في هذا الامر بيحصل نتيجه انه في عندنا البروجينيتور بتاعت الاريترويد سيلز، تمام، في عندها ريسبونس بشكل او باخر خارج عن المالوف، بحيث انه دائما في عندنا ايش عمليه اللي هو انتاج للريد بلاد سيل، تعرضت لفاكتور، في عندها مشاكل على مستوى جينيتك بروبلم اند سو اون. تمام. او في عندنا طبعا اللي هو غير الجروت فاكتور، عندنا مايلو بروفريتيف طبعا ديس اوردر. الان الابسوليوت طبعا هي عباره في هذه الحاله برايمري والسكندري. البرايمري بوليسايتيميا are characterized by increased sensitivity to the of the erythroid progenitor لفاكتور زي ما ذكرنا، او في عندنا inherited mutation موجوده عندي سوماتيك ممكن تكون، تمام، موجوده عندنا في الهيماتوبويتيك بروجينيتور سيل. هذا بشكل او باخر. خلينا نيجي نطلع على نوعين من تحت عنوان البرايمري، برايمري فاميليال اند كونجينيتال بوليسايتيميا. برايمري فاميليال كونجينيتال بوليسايتيميا اوتوسومال دوميننت ديس اوردر، يعني هذا عاده بيكون عباره عن اوتوسومال ديس اوردر معين، مشكله، تمام، هي مش كومون، تمام، وموجوده عندنا بشكل او باخر في عده اشكال. منهم من هذه الاشكال انه في عندنا دائما هاي اوكسجين افينيتي هيموجلوبين ميوتيشن. ايش يعني؟ في موضوع الاكسجين طبعا احنا بنعرف انه دائما في عندنا هيموجلوبين اوكسجين افينيتي، وقلنا عمليه الساتوريشن بروسيس بتاعت الهيموجلوبين اوكسجين تعتمد على عده شغلات، ومن ضمن هذه الشغلات طبعا تعتمد على كربون دايوكسيد، تعتمد على تمبريتشر، تعتمد على 2 3 دي بي جي اللي هو بسموه 2 3 باي فوسفوجليسرات. بيحصل بعض الاحيان بكون في عندنا عمليه ديفيشنسي، تمام، لهذا المنتج من خلال ديفكت في الانزيم المسؤول عن هذا المركب 2 3 باي فوسفوجليسرات. تمام. اذا ما فيش عندي 2 3 باي فوسفوجليسرات، واحنا بنعرف عشان يحصل عمليه ديسوشيشن، تمام، للاكسجين من الهيموجلوبين لازم يحل محله 2 3 تمام باي فوسفوجليسرات، وكان يسموه زمان 2 3 دي بي جي بس 2 3 بي بي جي، تمام، اللي هو 2 3 باي فوسفوجليسرات. اوكي. اذا هذا الانزيم اللي فيه مشكله، في عندنا مشكله في انتاج هذا المركب، فمعناته مش هيحل محل الاكسجين لانه الافينيتي بتاعته اكثر للهيموجلوبين، وهيعمل ريليزنج. هذا الكلام لازم يصير عندي في التيشيو، الكلام هذا ما بيحصلش. فدائما في عندنا ايش؟ في عندنا دائما في عندنا نقص اكسجين جو تو ذا تيشيو. هذا النقص الاكسجين جو تو تيشيو يعتبر انه هذا الامر بيحصل عندنا في الكدن. اذا حصل هذا الكلام في الكدن، واحنا بنعرف انه في عندنا الاريتروبويتين واحده من المنتجات بتاعت الكدني، تمام، سيلز، وهذا الاريتروبويتين هيروح على مين؟ على البروجينيتور سيل بتاعت الريد بلاد سيل الموجود عندي في البون مارو، وهيعمل ريسبونس عليها بحيث انه يلا اعطيني ريد بلاد سيل انتج بشكل او باخر من خلال الريسبتور بتاعه، وهلم جرى حتضلها العمليه شغاله لانه في عندنا مشكله. هذا عباره عن انهيرتد جينيتكس موجوده عندنا بشكل او باخر. اوكي. لكن ان جنرال هذا مثال من الامثله طبعا على مستوى النوع هذا. طبعا فيه هناك امثله على مستوى اخر انه في انواع من الهيموجلوبينز نفسهم هم هيموجلوبين لهم هاي افينيتي، تمام، زي الميث هيموجلوبين لهذا الاكسجين، مما يعمل مشكله انه الهيموجلوبين مش هو هيموجلوبين. احنا بنعرف الهيموجلوبين المتعارف عليه عندنا هو هيموجلوبين ايه، تمام، لكن ممكن يكون عندي انواع اخرى من الهيموجلوبين عندها مشكله في عمليه ايش؟ انه دائما عندها افينيتي هاي للاكسجين. فبيقول لي بشكل عام هنا طبعا
بتحس انه في اختلاف عندنا في هذا البرايمري فاميليا الكونجينيتال، بيختلف عن اللي هو النوع الاخر من باب. طبعا في عندنا A وعندنا B اللي هو بيسموه البي بوليسيتيميا روبرا فيرا او فيرا، انه في فيش عندي ميجالي سبلينو ميجالي، وما بديش انه يصير في عندي في الاخر طبعا اكيوت لوكيميا، لانه احنا زي ما احنا ذاكرين قلنا انه ممكن عندما تحدثنا عن الاكيوت مايلوسيتيك لوكيميا ذكرنا بانه ممكن يؤدي السي ام ال تصير اي ام ال، وكذلك ممكن يكون عندي البوليسيتيميا فيرا او بوليسيتيميا روبرا فيرا تحصل انها توديني على الاكيوت مايلوسيتيك لوكيميا، لكن هذا النوع ملوش علاقه انه يودي لهذا الطريق. تمام. بيجي بقول لي نوع اخر من هذه المشكله، انه بقول لي مثلا A benign inherited mutation ممكن تكون وين؟ في واحد من الأليلات تحت الإريتروبويتين ريسبتور. كيف يعني؟ احنا بنعرف انه بنفعش يضل عندي الخط بتاع الانتاج عندي فاتح بشكل مستمر، فلابد يحصل عندي طبعا سيجنال ترانزدكشن انه يصير في عندي انتاج، وفي نفس الوقت يحصل عندنا برضو سيجنال انه يعمل ستوب لهذا الانتاج، انه خلص يعني الريتروبيوتر ريسبونس وقف عندنا. الان الريتروبيوتر ريسبتور الموجود عندي على البروجينيتور بتاعت الريد بلاد سيل في له سايتوبلازميك ريجون. تمام. السايتوبلازميك ريجون هذا او سايتوبلازميك دومين مهم يكون موجود عندنا، بحيث انه تيجي عندي بعض من البروتينات او الفاكتورز تربط عليه على الدومين هذا ويعطي ريسبونس انه يا اريتروبويتين ريسبتور ما تعملش سيجنال ترانزدكشن. تمام. فهذا اللي بيحصل عندنا، انه بكون في عندنا هناك مشكله. تمام. فبصير عندنا انتاج لاريتروبويتين ريسبتور اوكي عند نقطه معينه، وكانه بصير في عندي ستوب كودون، وتحس انه السي تيرمينال بتاعت هذا الاريتروبويتين ريسبتور فيه ناقص تقريبا 110 امينو اسيد في الانتاج، فمعناته صار في عندنا لوز لمين للدومين الممكن من خلاله الاريتروبويتر ريسبتور يعمل سيجنال. طبعا بالمعنى الصحيح يعمل ستوب للسيجنال. اوكي. فهذا بيخلي دائما هناك ريسبونس لموضوع الاريتروبويتر. اوكي. وهذا الكلام موجود في هذا الموضوع 110، او ممكن يكون عندي 95 او 59 عفوا امينو اسيد في عنا ديفيشنسي في هذا الموضوع. عندي برضو مثال اخر في هذا الجانب، بقول لي كمان من باب الفاميليال، طبعا هذه كلها ما بتأديش انه يكون عندي اكيوت مايلوسيتيك لوكيميا في الاخر نو. بيجي بتحدث بقول لي عفوا على نوع اخر، معلش خلينا نيجي نحكي على النوع هنا وبعدين نرجع للكاركتر. سوري. في عنا نوع من انواع البوليسايتيميا بسموه تشوفاش بوليسايتيميا. تمام. فاميليال بروبلم يعني شغل بينتقل عنا في العائلة. في عنا ميوتيشن، هذه الميوتيشن موجودة في جين اسمه VHL جين. VHL جين اللي بقول عنه فون هيبل لينداو جين او فون هيبل لينداو بروتين. تمام. بيعطيني هذا البروتين. الان ان جنرال هذا البروتين VHL بروتين ايش وظيفته هو بشكل عام؟ احنا قلنا بنتحدث احنا ما زلنا على فاميليال بوليسايتيميا. تمام. في يوجد هناك عندنا بروتين از ترانسكريبشنال فاكتور بيساعد في موضوع الانتاج بتاعت الاريتروبويتين. تمام. اللي هو اسمه هايبوكسيا انديوسينج فاكتور 1 الفا. هايبوكسيا انديوسينج فاكتور 1 الفا. وهذا الهايبوكسيا انديوسينج فاكتور 1 الفا يتحد بشكل او باخر بعد ما يصير له اكتيفيشن مع الهايبوكسيا انديوسينج فاكتور 1 بيتا، وبيعملوا له كومبلكس وبقعدوا عندي على البروموتر بتاعت الاريتروبويتين، وبصير في عندنا انتاج للاريتروبويتين، وهيك بصير في عنا ايش a lot of erythropoietin.
الآن هذا الهايبوكسيا اندوسينج 1 فاكتور الفا زي ما ذكرنا انه مش معقول يظل دائما عندي انتاج انتاج، اذا لابد يكون هناك ستوب. في عندنا بروتين اسمه في اتش ال جين او بروتين، عمليه لحظيه طبعا. طبعا ما دام احنا اسمه هايبوكسيا اذا معناته هذا الفاكتور بيجي في خلال الهايبوكسيا، عمليه بعد ما يحصل عندنا خلاص يعني استكفينا من الاريتروبويتين، بيروح بينتج هذا البروتين ال في اتش ال بروتين، وبدوره بيرتبط على الهايبوكسيا اندوسينج 1 اندوسينج عفوا هايبوكسيا اندوسينج فاكتور 1 الفا، وبيرتبط معاه وبيدخل هذا الكومبلكس او هذا البروتين عفوا اتش اي اف 1 الفا على اللي هو ايش الديجريديشن بروسيس، بيدخله على البروتيوسوم وبيساعد في عمليه اليوبيكوتينيشن بتاعته. اذا كان في عندي مشكله في هذا الواصل اللي هو الفي اتش ال اي جين، معناته بتوقع انه الفي الاتش اي اف 1 الفا يضله شغال في موضوع انه يعمل انهانسمنت للايروتروبويتين برودكشن، وهذا اللي بيحصل عندنا. فهذا ادى في الحاله هذه الى بوليسايتيميا روبرا فيرا، عفوا الى تشوفاج بوليسايتيميا، سوري الى تشوفاج بوليسايتيميا، نوع من انواع البوليسايتيميا لهم علاقه في عائلات او في قرى موجوده عندنا في رشا على اسم هذه القريه الموجوده عندنا. والصحيح كمان وجدوا من الشغلات العمليه اللي عاشوها في اولمبيات صارت قبل فتره سنوات عشرات السنين، وصار في هناك اكتشاف بعض من الناس اللي بياخذوا جولد ميدال، في ناس تمام كان عندهم مشكلة في الإريتروبويتين ريسبتور، تمام اللي هو السي تيرمينال دومين اللي بيعمل عملية ستوب للإريتروبويتين ريسبتور سيجنالينج، تمام. فمعناته دائما في عنا سيجنال، في عنا إريتروبويتين برودكشن، في عنا a lot of red blood cell production، ومدام انت بتحكي على انسان عنده هذه المشكلة معناته دائما في عندنا افينيتي الوت للهيموجلوبين، واكيد الهيموجلوبين حيروح عندي على المصل، وحيكون في عندنا اكتيفيتي بشكل او باخر از اوكسجين، عفوا الاكسجين، وهلم جرى في هذا الامر. هذا كانت من ضمن احدى اللاعبين في الاولمبيات اللي صارت في الله اعلم في اليونان في سنه من السنوات. وتاكيد في هناك امثله اخرى في هذا الجانب في موضوع الفاميليال بوليسايتيميا. الآن بيجي بيقول لي اللابوراتوري كاركترستكس بشكل أو بآخر لهؤلاء الناس، بيقول لي they are increased in red blood cell mass، هذا أمر متعارف عليه، without increased leukocyte، يعني ما لهاش علاقة في خط الريد بلاد سيل ولا خط عفوا خط الوايت بلاد سيل وخط البليتلتس، تمام. الشغلة الثانية no activation mutation of the JAK2، ما لهش علاقة بالJAK2. ها الجاك 2 اللي هو عبارة عن بروتين أو كينيز إنزيم بيرتبط على خلينا نسميه على الإريتروبويتين ريسبتور، وبيساعد في عملية السيجنال نقل السيجنال عملية الفوسفوريليشن على الممبرين على الريسبتور نفسه عشان يحصل في الآخر سيجنالينج بات وي، تمام. يصير في عنا إنتاج أو يصير عنا سيجنال على أساس إنه يعني يصير في عنا إنتاج ل خلايا او مثلا عمل اي فانكشن اخر. هذا الجاك 2 مش موجود عندي مشكله فيه بشكل او باخر. طبعا الجاك 2 هذا اكيد بصير له ستوبنج في الشغل بتاعه، يعني بيشتغل وبعد هيك ممكن يصير له ستوب من خلال دومين معين من خلال اديشن اوف سيرتين بروتين، تمام. لكن الموضوع بتاع الجاك 2 ما فيش مشكله عندنا في هذول الناس اللي عندهم الفاميليا البوليسايتيميا اللي ذكرناها. النورمال هيموجلوبين اوكسجين، طبعا اوكسجين هيموجلوبين افينيتي اسوشيشن ديسوشيشن كيرف طبيعي. الاريتروبويتين بكون عندي طبعا لو، لانه لو ليفل اريتروبويتين، لانه في عندنا مدام مشاكل اي كميه قليله من الاريتروبويتين بيعمل ريسبونس لانه سبونتينيوس، تمام. In vitro hypersensitivity of erythroid progenitor cell to erythroboietin. طبعا في عندنا response
لو انا اعطيت اريتروبويتين هيكون برضو بيمشي اموره. وجدوا انه even though BFCB is present appeared may affect patient are incidentally diagnosed. يعني بقول على الرغم انه موجود منذ الطفوله، لكن سبحان الله في عوامل بتمشي مع العمر، في مع العمر المتقدم ممكن تتكشف الصوره بتاعت هذه المشكله. لما انت تيجي تعمل مثلا روتين سي بي سي ممكن تعرف، لكن في الوضع الطبيعي في الحياه ماشيه ممكن ما يبينش عندنا الامور فيها وضوح انه في عندي ريد بلاد سيل ماس الو. هذه الجمله اللي تحكيها خط. It's of interest that one of the individuals so affected was accomplished cross country seeker اللي هو عباره عن متزلج سكي who had won medal at the Olympic game زي ما ذكرت في الاولمبياد في الناس المتزلجين. طبعا كان عنده مشكلة في موضوع الإريتروبويتين ريسبتور.